قشطه، كونفيرم سبون. ايوه ايوه ايه ده؟ ما عنديش اي فكره. Fucking 10:30 in the morning. I haven't even finished my coffee yet, but nobody's building squads, so fuck it. اوكي، احنا لسه بنبتدي. تيم ليدر بتاعنا بيقول لك انا مش عايز ابقى سكواد ليدر اصلا في الاول كده، لسه بشرب القهوه بتاعتي. احنا دلوقتي مستنيين برضك ان احنا هنتحرك، احنا في البصره، فعاملين ايه الاخبار؟ فخلونا نتحرك ونشوف الموضوع عامل ازاي. الموضوع جامد جدا بقى. اوكي، احنا رايحين على الفاب اللي هو الاولاني ده تقريبا، هنكريت العده والعتاد وبعدين نبدا نتحرك. انا لسه حضرتك بتعلم، ففي مصطلحات هم عاملين بيستخدموها انا مش فاهمها لحد دلوقتي. بقول لك احتمال تكون فريندلي. نبني العده بتاعتنا، الحته بتاعتنا جميله يعني. ازاي دي هيبقى اماكن الاسطوان بتاعتنا او الفاب؟ الجو جامد، الجو جامد. اوكي، احنا هنهجم دلوقتي يا اخوان. الناس اللي مش عارفه، احنا هنحاول نخلص لهم التيكت. احنا التيكت بتاعتنا تقريبا 190، التيكت بتاعتهم لسه احنا مش عارفينها اصلا يعني، بس بسبب ما التيكت بتاعتهم تخلص خلاص. بس المشكله ان انا عندي بقى ان البنج هنا منيل ب 60 نيله. انا البنج بتاعي تقريبا 220، رقم كده لا باس به. احنا هندمر لهم المكان بتاعهم اللي هم هيسبونوا فيه ده. هندمر لهم المكان بتاعهم دوت، تمام. هم شكرا كده، مش هيعرفوا ينزلوا هنا. ده فريقنا. اوكي، فالفريق بتاعي اخد وراك. يالا هرب، حد من السكواد بتاعنا مات يا عم، ولا اله الا الله. حد دخل عليهم بالعربيه باين ولا ايه؟ دخل ترين انتحر عندهم. في واحد هناك مستخبي في البتاع دي، في البنكر، في البتاع اللي هو عامل زي البنكر ده. واحد هنا اهو. وقع. مالناش دعوة، مالناش دعوة يا موهي. فؤاد زميلنا اتضرب، اخد طلقة، عارف انت، اخد طلقة في كتفه. بص، في كام واحد في الكروس ده دلوقتي؟ في 8 في البتاع. البتاع دي بتشيل كام؟ اركب يا اسطى، اركب اركب اركب، هتحملها عتبة جيزة. في 9 ده، في 10. اوكي، الدبابه دي تقريبا اسمها بلاك هول، الثقب الاسود اللي بيخش فيها ما بيبانش. انا تقريبا سامع النضاره. لا اله الا الله، ده هنا انسايد ذا بيلدينج. I'm going to die. No, فاك، كان ماسك البتاع فوق يا عم. في واحد شغال بالمورتر، ايه زي الفل. مات ده. هو بيستخبي فين؟ هتأكد كده من الأخ اللي احنا قتلناه أصلا، في حد قتلناه هنا في الحتة دي. ورا ايه كوكو؟ انا قتلت دول. بضرب بضرب. تقريبا في حد هنا.
هو انا ايه بحمل المنطقه الواحده اللي قالوه في 8 في الميكروباص. هنخش واحنا فين؟ ده تمام داخلين عندهم هنضرب هناك. ايوه عند النقطه دي. بص لا حول ولا قوه الا بالله. يا جدعان اللعبه جامده. انا عايز اقول لكم والله العظيم انا مستمتع جدا. يعني يا جماعه لو انتم مستمتعين لايك اند سبسكرايب تعرف انت عشان توقعوا ان احنا ممكن نلعب العاب شبيهه زي كده تاني. انا الموضوع عجبني جدا بصراحه. يعني في المفروض هنعدلهم ولا ايه؟ انا ما عنديش اي فكره بس يلا بينا الموضوع جامد. In a building, yeah. فواحد في الدور الفواني. شاهين. انا وقعت. انا مش اللي ضرب علينا الواد اخد ار بي جي في التدف في الاوضه جامده جدا. ايه كسبنا. ليتس جو. اوكي احنا بنلعب النهارده يا جماعه في الفلوجه. الدنيا جميله جدا. بنلعب بمود اسمه ادفانس اند سكيور. ما اعرفش المود ده نفس المود بتاعنا بس اللي هو نفس الحكايه تقريبا اللي هنلاقيها نقتله بس هذه الحكايه وهنسكيور حاجات. يعني ادفانس اند سكيور تقريبا هنتقدم ونعمل سكيور النقط واللي هناخدها تقريبا هنكمل وغالبا احنا هناخد دلوقتي بازوكا وش او ار بي جي واحنا داخلين كده. فالدنيا الجو جميل جدا. زمايلي معايا راكبين العربيه بتاعت السكواد بتاعنا. الدنيا ظريفه جدا. بنبوش اهو وهنشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. يعني عربيه انا شفت عربيه. بنبوش. في سي 4 اتحط على البتاع. وين يا اسطى؟ خرب بيتك. ضرب بس في الارض انا اتأذيت. اوكي. صوصو صرخك. في حد عايز يبقى سكواد ليدر؟ لا. انت انا سكواد ليدر. الو انا مش عايز ابقى سكواد ليدر يا عم. في حد هنا؟ في حد ضرب على العربيه من هنا؟ مين شبهنا اصلا؟ في ناس في المنطقه اللي انا فيها دي وانا السكواد ليدر وانا يعني ما عنديش اي فكره السكواد ليدر بيبقى عامل ازاي. انا السكواد ليدر يا اخوانا ومش عارف اوجه زمايلي فين. حد فوق هنا بس مش تبعنا. دخلت عليه فوق الاوتو. ايه يا رب. انا فتحت الماب بصيت اذا كان في حد من تبعنا هو اللي بيضرب ولا لا. ما لقيتش حد قلت بس ده مش تبعنا. هي تبعنا دي ولا مش تبعنا؟ دي مش تبعنا. مش تبعنا تقريبا. مش تبعنا تقريبا. دي مش تبعنا او تبعنا. يوم اكرم.
ضرب عليها. اوكي يا جراي في البيت ده. انا هجاب دلوقتي. ويت They're here. Let me dunk onto me. Damn! Oh! بس كويس انا عملت بوش جامد. سيفن تيكت؟ خسرنا. يا عم بقى يا عم بقى يا عم. لعبة جامدة يا جدعان، لعبة جامدة جدا. مسألة ان انا ابقى سكواد ليدر دي الموضوع صعب بصراحة، ان انا ابقى سكواد ليدر. مسألة ان انت تبقى انت فاهم الاوامر بتاعتهم عاملة ازاي، لسه ما وصلتش لهذه المرحلة بصراحة لسه. يعني انا خفت بصراحة، قلت لهم حتى كذا مرة اللي هو ايه يا جماعة حد ياخد سكواد ليدر مني، ما حدش رد عليا. بس عامة يعني يا رب عجبكم العجب. لو تحبوا تشوفوا فيديوهات تانية من سكواد يعني تأكدوا من لايك وسبسكرايب، وشوفكم الفيديو الجاي. سلام.